خلينا نروح ليمكن سياق آخر، وتحديدا حزب حماة الوطن اللي بينظم احتفالية كبرى بأوائل الشهادة بتاعة الثانوية العامة والفنية والأزهرية، وأيضا من أصحاب الهمم يوم الجمعة بإذن الله. حماة الوطن بيعمل ده انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب في إطار السياسة اللي بينتهجها في تشجيع المتميزين في المجالات كلها تقريبا. احنا معانا على تليفون استاذه رانيا ربيع، المسؤول الاعلامي لحزب حماة الوطن. اهلا اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ. ازاي الحال؟ كله تمام الحمد لله يا فندم. الحمد لله. عايزين نتكلم على فعاليه يوم الجمعه اكتر، اشرح لنا يا فندم. فعاليه يوم الجمعه هيكون فيها تكريم المتفوقي الثانوي بشكل عام، مش ثانويه عامه فقط، بل أيوة. بالعكس معانا ازهري ودبلومات، وكمان المكفوفين هيشرفونا. حلو. وهيتم تكريمهم بحضور السيد وزير التربيه والتعليم. كويس جدا. التكريم هيبقى شكله عامل ازاي؟ يعني محتاجين نعرف تفاصيل، ما تسيبيناش كده. اوكي، مش هنسيب حضرتك. التكريم سيادة الوزير ده في اول فعاليه ليه هيشرفنا. هنقدم للطلبه تكريم مادي، وهيكون في مفاجآت ممكن نعلن دلوقتي عن جنيه ذهب هيتقدم لهم، شهادات كويس. تقديريه. حلو. هيكون موجود في فندق الماسة ان شاء الله يوم الجمعه. هنقدم لهم كمان فيلم تسجيلي عن جهود الدوله في التعليم، سواء ما وفرته للتعليم الفني، ما قدمته حياة كريمة للقرى وإلى آخره من مبادرات تعليمية أو فصول أو مدارس. فبرضو هنعرفهم باللي بتعمله الدولة وبيعملوا استراتيجية التعليم في مصر إيه، والإنجازات اللي تمت إيه والمجهودات. كويس جدا كويس جدا. طيب يمكن أنا عايز أقترح اقتراح، ينفع؟ اتفضل يا فندم. فليعرض على حماة الوطن وعلى الشعب الجمهوري ومستقبل الوطن والوفد وكل الأحزاب، يعني ليه ما نعملش حاجة كده كل الأحزاب، سواء إذا كانت معارضة أو موالاة، بأن إحنا نشتغل على حزمة منح دراسية؟ يعني إذا كانت حضرتك حرقت مفاجأة مهمة يا فندم. لا يا شيخ، يعني طب قوليها لي دي. هيكون في بالفعل دراسة لهذا الأمر، وقد يعلن في الحفل عن بعض هذه المنح التي ستقدم لعدد من رجال الأعمال اللي هيكونوا حاضرين. رائع. وتدرس حالات وترفع لعدد من رجال الأعمال الآخرين. جميل 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 جميل. دي بقى أحلى عندي مليون مرة من أي مكافآت مالية أو حتى جنيه ذهب. الولاد لما هياخدوا المنحة فجأة للولاد. في حاجة أحلى كمان لسه ولا إيه؟ لا يعني حتى الآن هذا قائم. ماشي. لا يا فندم، احنا بنعد كل ما يهم الدولة في شأن التطوير في كافة المجالات بإذن الله. بإذن الله بالتوفيق. وفكرة أكتر من كويسة، طالما إن أنتوا هتعملوها خلاص كده يبقى أنا اللي اقترحت اقتراح متأخر حبتين. لا تمام، نورتنا. أشكرك يا فندم. لا يا فندم، حضرتك نورتينا بإذن الله. أشكرك جدا يا فندم. كل الشكر للأستاذة رانيا ربيع، المسؤول الإعلامي لحزب حماة الوطن. صدقوني الجو بتاع زمان ده ما بقاش موجود حقيقي. يعني اللي موجود هو ان الكل بيفكر ازاي نقدر، عارف انت هنيدي لما بيقولك زق معايا اليوم، احنا هنزق بلدنا لقدام بالطول بالعرض، هتطلع لقدام في شرط واحد: لا تفقد الثقة ولا تفقد ايمانك على الاطلاق، ما تتهزش، اثبت انت جامد.